برجع برحب فيكم أصدقائي المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا. تلفزيون لبنان مستمر في هذه التغطية من كل المناطق وأكيد مع المحللين السياسيين يلي عم بيتوافدوا تباعا إلى تلفزيون لبنان للحديث عن كل الأمور وعن كل ما يحصل اليوم في لبنان. بسرني أني أستضيف بهذه الفقرة الكاتب والإعلامي الأستاذ يوسف هزيمة. أهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان اليوم. رح نبلش يمكن من الموقف اللافت اليوم من البطرك الماروني يلي عم يدعي لتشكيل حكومة مصغرة، حكومة تكنوقراط، وعم يدعي أيضا المسؤولين للاستماع إلى الشعب، وعم يدعي الشعب في الوقت عينه للاستماع إلى من ليس معتصما إذا فينا نقول، وإلى فتح الطرقات وإلى ما هنالك. كيف تقرأ بداية موقف البطرك الماروني اليوم؟ يعني بعتقد البطرك مثله مثل أي فعالية من الفعاليات اللبنانية مرجعية، بتصور هذا الكلام بيصب يعني باقتراح من الاقتراحات اللي ممكن انه تلجا لها الحكومه، بس ما بعتقد هلا الحكومه في هذا الاتجاه. يعني اليوم يعني ما وصلنا اليه اليوم، الى اين تتجه الامور؟ هل نحن ذاهبون الى استقاله، الى تعديل، او الى بقاء الامور على ما هي عليه؟ انا برايي قبل ان يعني نطرح هذا السؤال الى اين تتجه الامور، أتصور علينا أن نقرأ الأمور، ماذا يحدث، لماذا حدث. يعني من 17 من الشهر الحالي حدث هذه الانتفاضة بين مزدوجين، أنا يحلو لي أن نسميها انتفاضة، وكان الدافع لها الجوع والفقر والأوضاع الاقتصادية التي نعيشها جميعا دون استثناء. بدأ هذا الحراك أو هذه الانتفاضة بشكل رائع جدا ومنظم، والكل كان يدعم هذا الحراك، لكن لاحظنا بعد يومين، بعد 3 أو 4 أيام الأمور أخذت منحا آخر. يعني على سبيل المثال سأدخل في الموضوع لأنه فهمت أن الوقت ليس هناك متسع من الوقت. موضوع مثلا إقفال الطرقات على الناس، هذا الحدث اليوم الذي يشغل بال كثير من الناس. لماذا تقفل الطرقات على الناس الآمنين؟ لماذا تقطع هذه الطرقات؟ لماذا تقطع أوصال الوطن؟ ما يحدث الآن يعني بدأ ينحو منحا آخر عن موضوع المطالب المعيشية. كانت المطالب معيشية اقتصادية، طالب بتأمين لقمة العيش، تحسين الأوضاع إلى ما هنالك من أوضاع معيشية. الأمور اتجهت وأخذت منحا سياسي، وموضوع يطرح هذا الموضوع شعار إسقاط، أنها موضوع إسقاط النظام، هذا النظام اللبناني الذي يعني عمره أكثر حوالي 100 سنة منذ قيام الكيان اللبناني. على كل، أعود إلى موضوع السؤال الذي طرحته حول، أعتقد أن ما طرحه البطرك هو رأي، اقتراح ليس إلا، ولكن هل الحل برأيك اليوم شو؟ استقالة، تعديل؟ هل ما هو سأتيك بالجواب، هل الحكومة في طور وفي وارد أن تلجأ إلى حكومة مصغرة، الحكومة ومعها الحكم؟ هل الأطراف السياسية والمكونات التي تتشكل منها الحكومة هي في هذا الاتجاه، الذهاب إلى حكومة مصغرة وحكومة تكنوقراط؟ عندما نقول حكومة تكنوقراط يعني حكومة غير سياسية، حكومة بالنهاية حكومة اختصاصيين. اختصاصيين، طب هؤلاء الاختصاصيون من يعينهم؟ ألا يمثلون أطرافا سياسية؟ طب حتى هذا الحراك الذي هو كان حراك مطلب يتحول إلى حراك سياسي، ماذا سيكون موقفه من هذا المطلب، من هذا من الحكومة التكنوقراط أيضا؟ اليوم كمان هناك دعوات لانتخابات نيابية مبكرة، هل أنت مع هذه؟ في هناك من يرفض، هناك من يدعو إلى هذا الأمر، أنت مع أو ضد انتخابات نيابية مبكرة؟ يا عزيزي، من يجري هذه الانتخابات؟ إذا هذه الحكومة الحالية ستجري هذه الانتخابات، أي قانون؟ على أي قانون؟ دائرة واحدة لبنان، نسبية، نظام أكثري، محافظات؟ هم يدعون إلى الانتخابات النيابية المبكرة أن أكيد بعد إسقاط هذه الحكومة وتشكيل حكومة أخرى. سلمنا جدلا، الحكومة سقطت، متى ستتألف الحكومة؟ وحتى حكومة التكنوقراط أو الحكومة المصغرة، من يشكلها؟ وأنت تعرف يعني تشكيل الحكومات في لبنان كم من الوقت يأخذ، من يشكل هذه الحكومة؟ كم من الوقت يأخذ؟ وإذا تشكلت هذه الحكومة تريد أن يعني تسن قانون الانتخابات، هذا القانون كيف يتم التوافق عليه؟
أي قانون انتخابي، قانون كما قلت منذ قليل يعتمد الدائرة الواحدة، الدوائر النسبية، النظام الأكثري، الأمور ليست بهذه البساطة. يعني البلد الآن في حالة شلل، وأنت تدعو يعني تطلق شعارات، ينبغي أن نطلق شعارات ممكن أن تنفذ. هذه الشعارات التي تطلق الآن كيف يمكن أن تنفذ على أرض الواقع؟ هل من السهولة بمكان أن تدعو الآن تستقيل الحكومة وبليلة يعني واحدة أو بأيام معدودات تدعو إلى تقام انتخابات، وأنت تعرف هذا الموضوع يحتاج إلى جهد وأيام وربما شهور ولا يمكن أن تصل إليه؟ علينا أن نتروى، نطرح شعارات يمكن أن تحقق، أما أن ندعو إلى هدم الهيكل على الجميع أعتقد هذا يدخلنا في فراغ أمني وبالتالي فوضى نحن بغنى عنها. نعم، خليني أشير قبل ما نكمل لقائنا إلى أنه أهالي الشوف قطعوا الطريق على مثلث خلدة باتجاه صيدا، وبشغلة لافتة ومميزة وحلوة كتير تجاه ما يحدث، الجيش اللبناني يساهم في نقل صورة السلسلة البشرية عبر تصويرها. اليوم التحرك الشعبي قديش اليوم في خوف انه يخرج عن اطاره اللي بلش فيه؟ يعني قديش اليوم في خوف انه هناك بعض الفئات والمندسين يستغلوا هذا الحراك لامور اخرى لا تمت اليه بصله اصلا؟ شوف، لا شك ان هذا الحراك، ان مطالب هذا الحراك مطالب محقه، مطالب مشروعه. نعم، حراك انطلق من الشعب، الشعب هو الذي قام بهذا الحراك، ولكن الواقع الان هناك أناس دخلت على الخط، هناك أناس راحت تطرح شعارات عالية وكبيرة جدا، هناك أناس سيست هذا الشعار. لم نعد نحن نسمع مطالب معيشية بحتة، هناك مطالب سياسية تبدأ من إسقاط النظام ولا تنتهي عند إسقاط أصغر موظف في الدولة. هل هذا ما يريده الشعب الذي انتفض في 17 من هذا الشهر؟ هل هذا ما كان يطمح إليه، أم أن ما كان يطمح إليه المطالب شعبية؟ أعود وأؤكد، بحتة، ليس إلا كلنا مع هذه المطالب. الاختلاف هو حول الطريقة، حول الأسلوب. كلهم عم بيقولوا نحن مع هذه المطالب، بس ما عملوا شيء كرمال هيدي المطالب تنحل، وما عملوا شيء أصلا كرمال ما نوصل للي وصلنا له. يعني كلهم بيقولك نحن مع. طب شو عملتوا؟ يعني أعتقد أنه رئيس الحكومة قدم ورقة أصلاحية، قدم ورقة أصلاحية، طبعا هي غير كافية، وأقوله علن غير كافية مطلقا. بعض الخبراء الاقتصاديين وصفوها بالخيالية كمان. ما الحل؟ ليس هناك من حل. خلوا يعطوا فرصة لهذه الحكومة وهذه الورقة الذين تعهدوا، يعني معظم كل مكونات الحكومة بتنفيذ هذه الورقة على بساطتها وعلى يعني دشي ومتواضعة طبعا. طب هل تعتقد ان هناك ثقة بعد بهذه الطبقة انه تحقق شيء؟ ما نطرون وعطيون فرص أنا أزعم ان ما طرحته الحكومة في هذه الورقة الاصلاحية جادة بتنفيذها لنعطي مجالا. واعود واكرر، هي مثلا نقول عن الاموال المنهوبة اليوم، البعض يقول انه هل هذه الطبقة السياسية ستحاكم نفسها؟ طب يعني في علامات استفهام كبيرة من المجتمع اللبناني الذي فقد الثقة تماما بهذه الطبقة، لا يصدق أن هذه الطبقة ستحاكم نفسها. يعني هون كمان القاضي غدعان من أيام معدودات، المذكرة بحق الرئيس الأسبق للحكومة نجيب ميقاتي، أنا أتصور يعطى مجال ممكن. ألم يكن نجيب ميقاتي كبش محرقة يعني بهذا الموضوع؟ ما حدا قال أن نجيب ميقاتي هو الوحيد أبدا. بس يعني نحن لماذا نضع أنفسنا بين خيارين؟ إما هذا الحراك أن يذهب ويهدم الهيكل على الجميع، وإما يعني ما في حل ثالث. الرئيس ميقاتي يقول هناك رسالة ورسالة وصلت، هذا رأي الرئيس ميقاتي يعني. ما هي رسالة برأيك؟ أنا لا أعتقد أن هناك رسالة، لا أظن. لا أعتقد. أعتقد إذا الأمور أعطي مجال ممكن الرئيس ميقاتي وكافة طبعا الرئيس ميقاتي ما حدا هو متهم حتى يثبت العكس، يذهبوا إلى القضاء. شو المشكلة؟ وين المشكلة؟ إذا ذهبوا إلى القضاء وين المشكلة؟ أين هي المشكلة؟
المشكلة عند الناس انه ما بقى عم بتصدق حدا. ما في حل. نحن الآن الحراك نحى منحى خطير، خليني أقول الأمور أنا بصراحة. نعم. على الأرض شو اللي عم بيصير؟ كنت حضرتك هلا طرى خبر. نعم. قطع الطريق. بس قبل اسمح لي بس لنشير لشغلة، كان في أخبار بتقول إنه بكرة رح تفتح المصارف، جمعية المصارف تعلن استمرار إقفال البنوك غدا الاثنين. طيب، استمرار إقفال البنوك. واستمرار تعطل المؤسسات. المؤسسات الخاصة. ناهيك الدولة كم تخسر؟ طب هذا الإنسان الموظف أو العامل أو الأجير في هذه المؤسسة الخاصة الذي هو عاطل عن العمل منذ 11 يوما، من يعوض عليه؟ هلا البعض قد يتهمني أنه أنا ضد الحراك، أبدا، أنا أوصف الواقع. نحن منذ 11 يوما كنا فقراء، صرنا أكثر فقرا، ما رأيك؟ الناس تستطيع السبب أن تتحمل. السبب مش يعني مش الحراك اللي سبب ما تسبب به، يعني أنا السبب لا. هو السياسات الخاطئة، الأمور يلي لم تعالج في الماضي ويلي دفعت المواطنين إلى النزول إلى الشارع، الفقر يلي بات عم يسكن كل البيوت، هناك حالات لم نعتد عليها في عز الحرب اللبنانية، ما كان في هالقد نسبة فقر بين اللبنانيين، في جوع، يعني الطبقة السياسية تتحمل المسؤولية الأكبر فيما أوصلت إليه شعب. الناس عم بتموت على أبواب المستشفيات، تسرب من المدارس بنسبة عالية جدا، ما بقى حدا قادر يحط ولاده بالمدارس، كلهم على يعني أنا في حالة اقتصادية خانقة جدا. ثلاث أرباع المؤسسات يا بتاخد ربع معاش أو نص معاش، مش عاجبك فيلم. من قال غير ذلك؟ من قال غير؟ أنا أنتقد فقط. بعدنا عم نحكي عن انهيار منهار وخلص الهيكل على الجميع. أنا أنتقد طريقة معينة، أسلوب معين اتخذه الحراك أو بعض الحراك، ليس كل الحراك، في تقطيع أوصال الوطن. هذه وسائل ضغط. لا، وسائل ضغط لأنه ما شفنا السلطة عم تتحرك إلا لما تم إقفال. وسائل ضغط على الزعيم أم على الناس؟ لا، حتى الزعيم والدولة كلها اليوم عم متأثرة بهذا الواقع. اسمعي أقول لك، الزعيم لا يطاله شيء، هذه وسائل ضغط على الناس. حسب مفهوم الزعيم، في زعيم شو ما تعمل يمكن ما تتأثر معه، بس في مسؤولين عم بتأثر عندهم. هل تستطيع أن تقول لي هذه إقفال الطرقات لا يؤثر سلبا على الناس الفقراء؟ يعني الحراك هو الفقراء من يقفلون الطرقات، خلونا نكون صريحين. لا أعتقد، أنا أظن أنه هناك خلاف واضح بين الحراك فيما بينه، هناك من يذهب إلى إقفال الطرقات، هناك من يعارض إقفال الطرقات، حتى كثير من الذين يقفلون الطرقات يطالبون بشعارات سياسية موجهة نحو فئة دون أخرى. أكيد في إذا شئت أسميها بالاسم. يعني تسأل أحدهم لماذا أنت تقفل الطريق؟ نريد إسقاط سلاح حزب الله. يا أخي ما دخل سلاح حزب الله فيما يحدث؟ يعني الأمور دخلت فيما بينها، شربغت الأمور مثل ما بيقولوا باللهجة المحكية. هذا اللي عم يحدث لا يخدم. ما ننسى كمان انه الناس الموجودين جايين من خلفيات معينه، كمان كل واحد عنده خلفيته. انا بتصور ما نزلوا بالباراشوت، هول الناس عندهم خلفيات. انا بعتقد اول ما بلش الحراك بلش بشكل عفوي، صحيح، والناس غير مسيسين، والناس مستقلين، دفعها الظلم، دفعها الفقر، دفعها الحرمان، دفعها الحاجه، دفعها الحرمان، دفعها انعدام فرص الوظائف. يعني اليوم مثلا اعطيك مثال، في مجلس خدمة مدنية بالدولة، في مجلس خدمة مدنية بالدولة، خليني بس اضيف على هذا النقطة. نعم. نجي من احنا بنعلم اولادنا من احنا وصغار انه التوظيف في الدولة يتم عبر الدخول في مجلس خدمة مدنية، هناك من ياتي ويوقف هذه النتائج ويجندها بحجه عدم التوازن الطائفي. طب مش عيب؟ 60 عيب. أنا مع الحراك فيما يطرحه في هذا المجال، في كل ما يطرحه. أنا مشكلتي فقط مع إقفال الطرقات، أن يأتي أحدهم يقول إقفال الطرقات شكل حضاري وضغط، هو ضغط على الناس، ضغط على حاجات الناس، ضغط على المرضى، ضغط على الأدوية، ضغط على الخبز، ضغط على الطحين. هل نذهب إلى الانفجار برأيك؟ هذا ما يذهبنا إلى الانفجار. أنت تريد أن تقطع الطريق، يأتي شارع آخر يقول لا، أنا لست موافقا على قطع الطريق، هذا أسلوب لست موافقا عليه. في باريس وفي الحراك الذي حدث مؤخرا في معظم المدن الفرنسية لم يقطعوا طرقات، رغم أن اتخذت بعض الأعمال بين مزدوجين شغب أو غير ذلك. لماذا تقطع طرقات على الناس؟ إذا بقيت الأمور لهذه الحال أنا أتوقع أن ينقلب الأمر على
الحراك لا يمكن ان تستمر بهذه الامور، الامور على ما هي عليه. شو لازم تعمل اليوم الدوله اللبنانيه، السلطه الحاكمه اليوم، الطبقه الحاكمه، شو لازم تعمل لتمتص اليوم هذا الغضب الموجود بالشارع؟ السلطه في الاصل هي مقصر وهي السبب فيما حدث. الحكومات المتعاقبه ليست هذه الحكومه فقط، المشكله عمرها 30 سنه، المشكله ليست من الان. ان ناتي ونحمل الان فئه معينه اعتقد انه ظلم. نعم، السلطه عليها ان تفعل الكثير، ولكن لماذا لا نعطي لهذه الورقه الاصلاحيه الفرصه كي تنفذ؟ وكما سمعنا نحن رئيس الحكومه اعطى مواعيد لتنفيذ هذه الورقه، يعني واعود واكرر هي غير كافيه، ولكن يعني ما لا على قاعده ما لا يدرك كله ولا يترك كله. نعم. يعني نحن امام خيارين، اما ان نعطي الفرصه لهذه الحكومه في هذه الورقه، وايضا لا ننسى هذه الورقه ايضا دعت الى استعاره الاموال المنهوبه، لنعطي المجال لنعطيها فرصه، والا الى اين ذاهبون نحن؟ ذاهبون الى المجهول، الى الفراغ الامني، يعني ايهما افضل؟ ان نذهب الى الانتحار يعني والى انت الحرب الاهليه؟ انا زي سيد انا من جيل مقتنع انه المصارف راح تمول، وهي على 2% ما قامت لايامي وما قدرت عملت شيء ورفضت. هل انت مقتنع؟ لا، نحن عم نسكر. هل التجارب السابقه تقنع؟ اليوم في شيء جديد، موضوع الكهرباء. طب انا قادرين نحل الكهرباء بشهرين، خلينا 30 سنه عم نحل الكهرباء، يعني هناك سمسارات، هناك المولدات، خليني عم نضيع، نعرف كل هذه الامور. خلي سيب منهج مشان ما نضيع. عم بتقلي انه هل المصارف وهل وهل وهل، خلينا نعطي مجال للحكومه. انا متيقن أن خليني بس الفكره ما توصل. تفضل. انا متيقن ان الفكره قد ان الرساله قد وصلت. الحكومه مجتمعه كلها ادركت ان الوضع اليوم مختلف تماما. يعني ساذهب واقول لك اكثر من ذلك، ما قبل 17 20 الاول غير ما بعده، بس هناك مرحله جديده يقر بها الجميع. بس لم تعد لماذا اذا الرساله وصلت او لا؟ الرسائل يعني الناس قطعت كثير اشواط، قطعت كثير اشواط، ولن تعد من تقبل بتعد. من الناس؟ يعني انت عم تقول لي كل اللي يزدين في الشارع هم كل الناس؟ طب ما هناك شارع اخر في البيت، هناك مليون شخص نزل بين لبنان وبرات لبنان، مليون شخص برايهم، مليون شخص، هناك مليونين وثلاث اشخاص بالبيت، يعني مش موافق على اللي عم بيصير. الباقي بالبيت مش يعني مش موافق يا عزيزي، مش هيك بتصير الامور. مش موافق، مش موافق على اقفال الطرقات، بس يمكن موافق على المطالب. انا نحن عملنا انتخابات من سنه ونص، انتخابات نيابيه من سنه ونص. طيب اوكي، هلا بنرجع نعمل انتخابات بعد 4-5 اشهر بيطلع حراك. هلا انا اطالب شو؟ بانتخابات جديده، هيك بدنا نقضيها؟ بكل دول العالم بنحترم الديمقراطيه. يعني هذه الهوريس البرلمان، اعضاء البرلمان اليوم مين انتخبهم؟ بقول لك هلا هدم بيقول ولا انا اعطيت وكاله للشعب، انا خلص بدي رجعها. ليه بقى؟ لان هذه وكاله غير قابله للعزل. شو الحكي هذا؟ لكن انا بعد 5-6 اشهر بيجي بقول انا بدي اسقط الحكومه، بدي اسقط البرلمان وادعو الى انتخابات جديده بحجه شو؟ انه هلا المزاج الشعبي تغير. طب بعد خلينا نعطي مجال. انتم هلا صرت من سنه ونص منتخبين هيدي هذا البرلمان، صح ولا لا؟ لكن كل سنتين كل شيء سنه بنعمل انتخابات. طيب بدي اسالك شو رايك كل سنه بنعمل انتخابات؟ طيب بدي اسالك سؤال، اذا انت بتعرف اني انا مكسور ومديون وجيت بدي اقول لك بدي اعطيك بكره 100,000 دولار، بتصدقني؟ الامور ما برا الامور من هذه الزاويه. انا بس الناس هيك عم تقريها، الناس هيك عم بتشوف الحكومه انه وعدت وعدت وعدت، نحن عارفين انه مش قدام. يا عزيزي والله انا ما عم دافع عن الحكومه، انا جيعان مثل غيرهم، ولكن هذه المره مختلف. يلي صار على الارض عظيم، ومليون شخص، اقل من مليون، اكثر من مليون، كلهم عرفوا ورسالة وصلت، وأول مرة بتاريخ الحكومات تطلع هذه الورقة. خلينا نعطي مجال، لأنه عن جد اللي عم بيصير على الأرض مخيف، مرعب، شيء بخوف اللي عم بيصير على الأرض. ما بتعرف شو عم بيصير على الأرض. بدهم الحراك يروح إنه أنا انتقل من منطقة لمنطقة، ادفع خوة. بدهم الحراك إذا جندي بالجيش اللبناني أو عنصر بالأمن الداخلي يمنون عليه زي مرقوه. بدنا الحراك هيك يصير؟ هيك يصير؟ نحن عم نعيش هلا شبح الحرب الاهليه، اكيد ما حدا بده هذا الشيء يصير. يعني شو؟ اما عم بتقول لي انت
بدي خلي البلد يروح الى الهاوية او بتستجيبونا هلا من حد على بكره بدنا نعمل نحن شو انتخابات نادية وبدنا نسقط رئيس الحكومة بدنا نسقط رئيس الجمهورية وبدنا نلغي النظام اللبناني. يا عزيزي الدستور الاولاني دستور 43 اجى بعد سقوط الدولة العثمانية وبعد رحيل الانتداب. الدستور التالي اللي صار بالاتفاقية الطائف بعد 15 سنة ونص من الحرب اللبنانية، شو بدهم؟ بدنا 15 سنة هلا جديد من الحرب؟ اللي عم بيصير هيك او لا؟ طيب خلينا نرجع. انا اعود واكرر حتى لا يفهمني احد، انا مع الحراك على راس السطح، انا مع هذه المطالب، انا من هذه الناس، وانا نزلت الى رياض الصلح اكثر من مره، لكن الامور الان تغيرت سويست، واذا بدك بسمي لك الامور باسمها، انا بسمي لك مين عم بيدير الحراك. الامور غير هيك، يعني اليوم يا عزيزي اللي عم بيدير الحراك ليسوا فقراء، هم من الطبقه الارستقراطيه، الطبقه البرجوازيه، خليه بس عم نستعمل هلا مصطلحات ماركسيه. طيب بس على هلا خلينا نشوف على الارض، يعني اليوم ايد بايد رح نبني لبنان من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال. هذه السلسله البشريه بدات مثل من ساعه تقريبا بجبال بطرابلس بصيدا بصور ببيروت، يعني منظر رائع جدا عم نشوفه هلا، يعني كمان كتير كتير حلو اللي عم بيصير على الأرض. عظيم. انت نشوف انه مش كل الناس عم تاخذ الحراك يعني انت عم تقولي متوافقين بالرأي، قلت لك انا مش كل الناس موافقين على هناك. اسمعني ارجوك. نعم تفضل. خلي المشاهدين يعرف. نعم. عدد كبير اكثر من نص اكثر الغالبية من هؤلاء المنتفضين الذين يجب ان نحييهم هم ضد تقطيع اوصال الوطن. انا احد الأصدقاء كان برياض الصلح بالاعتصام بيقول لي بدي ارجع على البيت، ما قدرت اوصل على البيت، منعوني اوصل على البيت. شو بتسميه هذا؟ اكيد بهيك تجمعات كبيرة فيها ملايين، اكيد بده في ناس بدها تستغل، واكيد في ناس بدها تاخذ الامور الى مقاربها والى غياتها، هذا شيء طبيعي. لا الامور اكثر من لا، مش في ناس، هن اللي عم بيقودوا الحراك. صاروا اللي هم سبب اللي وقود اللي نزلوا بالحراك بالاول صوتهم مش عم يسمع الان، مش عم يسمع. اللي عم بقود الحراك اليوم هني من طبقه برجوازيه، انا بقولها وبتحمل مسؤوليه هذه الكلمه، من الطبقه الاثرياء مش فقراء، بس اللي عم بيطالبوا مطالب سياسيه لانه لهم مقرب على هذا الزعيم او ذاك من اقطاب السلطه الحاكمه ليس اكثر، وهم كانوا جزء من السلطه. نعم. كمان رح نرجع إلى ساحة الشهداء، كمان المخرج ساندرو أنجليني عم بينقلنا الصورة من ساحة الشهداء، وأيضا بالشارع يلي بيوصل ساحة الشهداء بساحة رياض الصلح، يعني كل على ما يبدو يعني مثل كل يوم بلشت الوفود تزيد بساحة الشهداء مثل هيدا الوقت. هيدي الصورة كمان اللي عم نشوفها هي من ساحة رياض الصلح. كيف تقرأ كلمة الأمين العام لحزب الله يعني بالأيام الماضية؟ قديش أثرت على الشارع؟ أنا اسمح لي أن أقول لك في هذا المجال، الأمين العام لحزب الله نعم سمعت السيد حسن نصر الله من أكثر الناس في هذا البلد حرصا على الأمن. نعم. وأستطيع أن أقول لك أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هو متخوف مما آلت إليه الأمور. وحزب الله في تصوري وفي قناعتي وفي اعتقادي وأنا كمراقب يعني وكمواطن من هذا البلد حريص على السلم الأهلي، هو كان من أكثر وما زال طبعا من أكثر الداعمين لمحاربة الفساد، هو أكثر فريق في الحكومة اللبنانية طرح شعار وعمل على محاربة وطرح محاسبة الفاسدين، ولكن كما تعلمون يعني اصطدم، وأنت قلت في سياقك في بعض أسئلتك أنه بعض الناس في السلطة يرفضون أن يحاكموا، طارة متمترسين وراء طوائفهم، ورأينا ما حدث عندما تمت المطالبة بمحاسبة الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنور. أنا لا أقول فؤاد السنور يعني وحده متهم، الكل يجب أن يحاكم. هذا القضاء لماذا يذهبون إلى القضاء؟ نعم. اليوم كمان البعض قرأ المشاركة في يعني كانت لافتة ببعض المناطق مثل البقاع والجنوب، يعني هناك مشاركة لافتة. كيف تقرأ هذه المشاركة الجنوبية انت قبل الجنوب؟ نعم. بالنهاية والبقاعية ايضا بهذا الحراك ابن الجنوب او ابن البقاع. نعم.
هم أبناء المقاومة، أبناء حركة أمل، أبناء حزب الله، وأبناء كافة الأحزاب الأخرى التي نحترمها ونجلها. نعم. لا يمكن إلا أن يكونوا كأحزابهم ضد الفساد، ضد الفقر، ضد التجويع، ضد النهب وما إلى ذلك. فهذا ليس غريب على ابن الجنوب الذي قاوم إسرائيل ويقاوم الفساد، وهو مدعوم من الأحزاب الفاعلة في الجنوب. البعض يقول لا، يعني كنا شفنا بعض الأمور يعني خرجت عن إطارها ببعض المناطق. أين؟ في الجنوب. حدد لي أين. يعني في صور صار في كتير إشكالات، في النبطية صار إشكالات بالأيام يعني الأولى. أنا أعتقد أن الإشكالات هذه حدثت في معظم المناطق اللبنانية، وإلا حرية التظاهر في الجنوب مسموحة ومتاحة أكثر من أي وقت، أكثر من أي منطقة ربما، يعني أو كباقي المناطق اللبنانية تستطيع أن تتظاهر في الجنوب، تستطيع أن تتظاهر في البقاع، كيف تستطيع تفسر؟ أن تعتصم. ولكن إذا كان هناك من مأخذ فقط على قطع الطرق، وأتصور وأعتقد أن المتظاهرين في الجنوب أعطوا صورة ناصعة وجميلة ورائعة عن الحراك، وليس هناك أحد يقف بوجههم، مطالبهم هي مطالب حركة أمل ومطالب حزب الله. طيب كيف تفسر الصمت اليوم لحد اليوم من الجهات من بعض الجهات المسيحية تحديدا مثل الدكتور جعجع والوزير السابق إسلامين فرنجي؟ يعني ما شفنا مؤتمر صحافي يتوجهون فيه إلى اللبنانيين، ما شفنا مواقف علنية، يعني هذا الشيء كان غايب شوي. هل هناك فينا نقول حسابات رئاسية بهذا الموضوع؟ أولا رئيس القوات اللبنانية ليس صامتا، عمل مواقف، إنما ما شفنا مؤتمر صحافي. مواقفه تترجم على الطرقات على الأرض. إن هون بدك تقول إنه القوات اللبنانية تقف وراء وراء بعض الحراك. هذا ما يبدو علنا، يعني على الأرض نشاهده بأم العين عبر شاشات التلفزة. كيف عم تشوفه؟ يقفلون الطرقات والشعارات السياسية. أعطيك أنا مثال، أعطيك مشاهدات أنا رأيتها بأم العين. ليش مسكر الطريق؟ مرق انت مع سلاح حزب الله مش مع سلاحه؟ هي وين شفناها؟ اكثر من منطقه بالذوق بالشيفروليه انا شاهدتها بام العين. والشعارات السياسيه، يعني اذا تستصرح اي متظاهر انه بتحكي 10 كلمات 9 كلمات السيد حسن وسلاح حزب الله. طب لماذا تاخذون الحراك الى منحى اخر؟ انتم او وزراءكم في العراق، شركاؤكم في العراق قالوا ان الحراك ليس موجها ضد سلاح حزب الله. عظيم. القوات اللبنانيه موجوده على الارض، وانصار ايضا ابن الجميل ايضا الرئيس الاسبق موجودون على الارض. ابن الجميل ابن رئيس الاسبق للجمهوريه، ابن رئيس الاسبق للجمهوريه، رئيس حزب. نعم. نعم موجودون على الارض، ورايناهم نحن ايضا النائب سامي الجميل. ايه بس بالنهاية الناس يعني بهذه المناطق عندها خلفيتها السياسية والحزبية، ما حدا فيه. إذن الحراك مسيس، هل تستطيع أن تقول لي غير مسيس؟ بس يلي دفع الناس هل هي دعوة الأحزاب أو من الواقع الاجتماعي يلي عم بيعيشوه الناس؟ أنا قلت لك في مقدمة الحوار هذه الناس نزلت بشكل عفوي. بس أنك تجي تزايد على الناس، أنت تجي تمتطي مطالب هؤلاء الفقراء الطيبين المظلومين ما قادرين يأمنوا لقمة عايشون، انت تجي تطالب بحقوقهم؟ ما انت شريك بهذه السلطة الفاسدة، ما انت كنت شريك بهالجبنة، هلا انت صرت ضدهم؟ انا بقول لك ليه، انت بس لانك عندك مشكلة بعض شركائك في الحقن. القوات اللبنانية عندها مشكلة حسمي لك بالاسم مع فريق الرئيس الجمهورية، فاتخذت هذا الموقف. نعم. حزب الكتائب. نعم. على صغر يعني حجمه التمثيلي بمناطق المسيحية، أنا ما بحب استعمل توصيف طائفي للمناطق، بس يعني ننقل الواقع، هذا الواقع. نعم. على يعني صغر حجمه له أيضا مقارب، أنه هلأ هو موجود حاليا خارج الحكومة، هو طامح أن يعود إلى الحكومة. يعني تصفية حسابات ليس إلا هذا برأيك؟ أنا هيك شايف الأمور، ما بعرف. طيب خلينا نروح مرة تانية، نرجع إلى الأرض لنشوف شو عم بيصير أيضا. يعني هون جمعية المصارف والإعلان اللي أعلنته هلأ عبر السوشيال ميديا وعبر كل المواقع، أنه أعلنت الاستمرار عن إقفال البنوك غدا، عم بيلاقي كمان شوية
فينا نقول خوف يعني من إلى متى هذا الاستمرار؟ خوف برأيك عند مين؟ عند كل الناس، عند كل الناس أكيد، عند كل الناس، يعني إلى أين يتجه الوضع؟ وكمان لا تزال يعني الأذان طيب إذا استمرت المصارف في الإقفال، إذا استمرت المؤسسات الخاصة بالإقفال، إذا استمرت الطرق بالإقفال، وإذا حوصلنا غدا بلقمة عيشنا، إذا صار في هناك أزمة خبز ودواء، لا نستطيع أن نذهب إلى المستشفيات، لا نستطيع أن نذهب إلى العمل، لا، هذا الفقير الذي هو عاطل عن العمل منذ 11 يوم، هل بعض هذا الحراك الذي يطالب بالذهاب بعيدا في هذه التحركات قادر أن يحل له مشاكله هذه المعيشية؟ كنا في صدد المطالبة في المطالب المعيشية، صرنا الآن في وضع أكثر صعوبة. خلي مزيد من التروي، مزيد من الحكمة، مزيد من الوعي، ما نطرح شعارات شوية هيك، خلينا نطرح شعارات قادرين نحققها. أنا لما بيجي بقول رئيس الحكومة طرح ورقة إصلاحية، خلينا نعطي مجال، خلينا نعطي فرصة، وهي بالتأكيد غير كافية، ما حدا قال كافي على الإطلاق، خلي يرجعوا وراجعوا هذه الورقة. أنا ما عم بحكي ولا عم دافع عن الحكومة إطلاقا، أنا أوصف واقع، أنا بين خيارين، إما أن نرضى بهذه الورقة ونعطي مجال كي تنفذ، وإما نحن ذاهبون إلى الفوضى. قد يكون أنا ليس هناك، قد يكون قائل أنت تضعون أمام خيارين، إما الفوضى، إما الفوضى، وإما انعدام الأمن، وإما الجوع. لا، أنا ما أقول هيك. اثنين، أنا عم شوف الواقع هيك، رايح هيك، فيك تقول لي غير هيك؟ نعم، يعني أنت اليوم منك شايف أنه نحن نتجه إلى استقالة قريبة، لأنه كان في أجواء من كم يوم بتقول أنه ممكن يكون هناك في استقالة كل الأمور. معلوماتي أنا مش تحليل، معلوماتي على الأقل في المدى المنظور ليس هناك ثمة استقالة. الرئيس الحريري وبدعم من معظم أو كل الأطراف الفاعلين بالساحة اللبنانية لن يستقيل على الإطلاق. هلأ ممكن احتمال أن تطعم الحكومة، أن تفعل الحكومة، أن ما يسمى تعديل حكومي، وحكي يعني منذ أيام قليلة أنه بعض الوزراء قد تتم يعني قد يتم استبدالهم. على كل مهنة أصلا في أربع وزراء مستقلين يجب أنه يعين بعدين، يعني أمام تعديل. هذا قديش اليوم رح منواجه مشكلة بموضوع تعيين الوزراء الجدد في إذا حال يعني رحنا إلى هذا الاتجاه؟ إذا تعيين أربع وزراء بدنا نواجه مشكلة، فما بالك باستقالة الحكومة وتأليفها وإعادة تأليفها من جديد، واستقالة المجلس النيابي وإعادة انتخابات. إذا حضرتك قلت أنت أربع وزراء بدها تواجهنا مشكلة، حكي هلأ بالكواليس أنه الوزراء القوات اللي استقالوا بدو يتعين هلأ بدهم الأربع وزراء إذا لم نذهب إلى تعديل حكومة. في حكي هلأ لوين بتصير الأمور، خلينا ننطر. نعم نعم، يعني أستاذ يوسف هزيمي الكاتب والإعلامي، أنا بدي أتأمل يعني أنا وياك أنه الأمور تروح إلى ما هو أفضل للمتظاهرين أولا، للحراك، للفقراء أول شيء، وأكيد يعني تروح إلى ما هو أفضل للوطن، للوطن. أنا أقول وأعود أقول وأكرر المرة الثانية والثالثة والألف، أنا من هذا الوطن، من هذا النسيج، من هؤلاء الناس الذين يعني مثل ما بيكرروا بالعامية عم يدفعوا فاتورتين مي وفاتورتين كهرباء، وقاعد ما قادر يتوظف، ما قادر يوظف أولاده، بيخلص جامعة، بيخلص دكتوراه، وعم يقعد بالبيت. بس رجاء حكمة وروية، يعني بدنا نوزن كلماتنا، إذا كانت من المي بالملي لتر، وإذا كانت من ذهب بالملي جرام. الحكمة ثم الحكمة ثم الحكمة. خلينا نشوف جيراننا شو عم بيصير، شو صار بسوريا، شو في باليمن، شو في بمصر. مثل العالم العربي كله عم يغلي، العالم العربي كله عم يغلي، شو في بليبيا، شو يعني يمكن هلأ التجربة التونسية هي الأفضل، شو في بالعراق. بدها شوية روية، بدها شوية صبر، بدها شوية تضحية. كلنا عم نعاني. مبارك لهؤلاء المنتفضين، ولكن
الحذر الحذر الحذر، لا تلقوا بهذا البلد إلى الهاوية. نعم، هذا بلدنا أكيد. يعني نأمل أن لا ينسحب السيناريو يلي موجود اللي موجود اليوم في كل البلدان المحيطة. أنت مش متخوف؟ اسمع لي، أنت هلأ تسألني، أنا بدي أسألك. ما في لبناني مش متخوف، ما في لبناني اليوم مش يترقب ما الذي سيحدث. يعني كلنا عنا سؤال، ماذا بعد، إلى أين؟ هذا كلنا عنا إياه هذا السؤال، إن كنا مبسوطين أو كنا مش مبسوطين، كنا مع العهد وإن كنا ضد العهد. الكل اليوم يسأل إلى أين، يعني هل ستعود الحياة إلى طبيعتها في لبنان أو اليوم نحن نتجه إلى المجهول. كلنا نسأل هذا السؤال. إنما كان لابد من ما حصل لإحداث هذه الصدمة القوية، لأنه ما كنا نغرق به لم يعد. الصدمة حصلت حصلت. أؤكد لك أن ما بدأ في 17 من تشرين الأول مفصل تاريخي، ما قبل 17 من تشرين الأول غير ما بعده على إخوتنا وأحبابنا من الحراك، ونحن جزء منهم، أن يأخذوا بالاعتبار هذا ويعطوا مجال للحكومة. وتصور عند الحكومة الرسالة وصلت، تأكد الرسالة وصلت، ما بقى في يعني في بتصور هلأ تعاطي جديد في أسلوب جديد من الحكومة، خليها نعطيها مجال. طيب خليني بس قبل ما أختم شير إلى أنه بهذه الأثناء المتظاهرون لا زالوا يتجمعون بمنطقة الشفرولي، إقفال الطرقات، السلسلة البشرية في عكار بلغت نقطة أوتوستراد المحمرة، بمنطقة المتم أيضا هناك مشاركة كثيفة بالسلسلة البشرية، ببيروت جسر الرينج مفتوح ولكن الحركة خجولة جدا، وهون تحدثت معلومات منذ بعض الوقت عن احتمال قطع جسر الرينج ليلا، الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، إذن الطرق المؤدية إلى مجلس النواب والسرايا الحكومي مقفلة بالكامل بظل الإجراءات الأمنية المشددة. هذا هو واقع الطرقات. نحن رح نضل مرافقينكم طيلة هذا النهار مع أي جديد عم بيصير بكل المناطق اللبنانية، وأكيد مع محللين وسياسيين عم بيتوافدوا إلى تلفزيون لبنان للحديث عن كل ما يجري. نحن بتمام 2:30 رح نكون مع نشرة مفصلة لآخر وأهم الأخبار. أطيب التحيات من بيير البيع، خليكم دايما برفقتنا لنضل نواكب كل ما يحدث في كل لبنان. إلى اللقاء.